يقول لبست الإحرام ثم قصصت أظفرين من أظافري ثم نزعت الإحرام للوضوء ثم لبسته مرة أخرى، ماذا علي وقد أكملت العمرة؟ خلع الإحرام ولبسه ما يخالف، ما في، تخلع الإحرام وتغسل وتنظف ما في مانع، بدله بإحرام غيره تغسله ما في مانع. هم معناه أنك إذا أحرمت تخلي الإحرام عليك لما تخلص، لا ما هو بلازم. نعم.